هذا العام ان شاء الله تيبان لي ان الوداد غتكون مزيانه وغتكون في مستوى. وكاينين وتنصح واحد اللعابه ديال الوداد من الاحسن كانوا لاعبين وراهم اللي خرجوا على الوداد. هذاك اللعاب وذاك اللعابه باش نذكرهم بالاسماء ديالهم كانوا لعابه كبار بحال النقاش مشى بعزو. النقاش لاعب كبير مشى بعزو هو دابا مشى ديال الخميس الزمامره ديال نهضه الزمامره بعدا المهم باقي بعزو. وكاينين شي لعابه الله يهديهم تبرحشوا بحال نقولوا دسروا دسروا من ما جاء الجمهور يملهم ومنيتانا هذوك ما يستحقوش الوداد يعيدوا القميص ديال الوداد البيضاوي ويمشيو يقلبوا على راسهم. لان انا تنصحها واحد اللاعب تنقولها ليه وانا تفرجت في الاب ديالو وانا كنت قويري قبل من بوه الحسوني. الحسوني بوه لاعب كبير عزيز وهذا الحسوني الصغير راه باقي مبرهش هو دابا الله تدار وليدات وتزوج ودخل سوق راسك علاش باقي تبرهش باقي راه الجمهور راه انت المتسبب راه هو المتسبب في هذا الشيء اللي وقع فوقع في مجعل الجمهور ديال الوداد البيضاوي يقول لي سير بحالك الوداد كبر منك. هو كان غيدور هو لعاب كبير كان غيكون لعاب ولكن بلا ما نعاود لك داك الشيء تيدير ديال تبرهيش ضارب بطونوبيتو ضارب واحد دير ست واحد ما غيقبلها. انا تنقول لك الصراحه وكاينين بعض اللعاب اللي جابوا الوداد كانوا ضحيه هما لعابه قويريه ولكن من الوداد دلت بهذا كما كنت يقول لك الناصيري نقول الحقيقه الناصيري دسر الدراري دسروا من ما جعلهم انت عارف اش يديروا دايرين النقابه. واش الوداد عمرها كانت فيها نقابه؟ الوداد انا عقلت انا عمرها كانت فيها نقابه كانوا اللعابه ديال شوف اللعابه ديال فخر الدين وديال ديال اللعابه اللي كانوا بحال ناضير بحال موساندا بن عبيشه كاع اللعابه اللي في مستوى سوء كانوا لعابه كويريه كانوا حقيقه قباح تيديروا شي افعال ولكن الملعب تيحترموا الجمهور وتيأديو المقابله تدوز مقابله واعره ولا كان شي مشكل بيناتهم سميت مشكل. ولكن ما عمري ما سمعت شي وداد يضرب معاه هذا في الزنقه ولا داروا فوضى ولا داك الشيء. انا تنقول لك الحقيقه هو